مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين. درجات الحرارة أبرد من معدلاتها، وطقس بارد وغالبا غائم، وأيضا أمطار بين الحين والآخر. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول. نلاحظ أن هناك هطول في المناطق الشمالية والوسطى، وأيضا بعض المناطق الجنوبية خلال يوم الأحد، وخاصة بعد ظهر يوم الأحد، وأيضا ليلة الأحد على الاثنين، وأيضا يتجدد يخف الهطول ليلة الأحد على الاثنين قليلا، لكن لا يلبث أن وصباح الاثنين لا يلبث أن يتجدد صباح يوم الاثنين، بحيث تنتشر الأمطار ساعات ظهيرة يوم الاثنين وظهر يوم الاثنين لتشمل تقريبا معظم المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية وأيضا المناطق الشرقية من المملكة، وتكون بعد ظهر يوم الاثنين أحيانا غزيرة في المناطق الشرقية من المملكة، تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه بشكل واضح. والخرائط التي تمثل درجات الحرارة، نلاحظ أن المملكة ستكون يوم الأحد والاثنين تحت تأثير كتلة هوائية باردة، وبالتالي بتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بشكل واضح. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة وغائمة، وأيضا رطوبة نسبية مرتفعة. هناك فرص لتشكل الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. والحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يومي الأحد والاثنين أجواء باردة غالبا غائمة، أحيانا غائمة جزئيا، وتسقط بين الحين والآخر زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، وأيضا تسقط بعض الأمطار في بعض المناطق الجنوبية، ويوم الاثنين تسقط أيضا في بعض المناطق الجنوبية بالإضافة طبعا للشمالية والوسطى وأيضا المناطق الشرقية. وزي ما حكيت في بداية النشرة، بتكون غزيرة أحيانا يوم الاثنين خاصة بعد ظهر يوم الاثنين في شرق المملكة، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. طبعا درجات الحرارة الأحد والاثنين بتكون أقل من المعدل. يوم الأحد الحرارة العظمى المتوقعة 10 والصغرى 7، يوم الاثنين العظمى المتوقعة 9 والصغرى 6، لكن يوم الثلاثاء إن شاء الله هناك استقرار على الأجواء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى أقل من المعدل بقليل، تبقى الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، والحرارة العظمى المتوقعة 12 والصغرى 6 درجات، لكن بعد الأربعاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها القليل والتدريجي يوما بعد يوم بإذن الله. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى، بدءا من المناطق الشمالية، المناطق الشمالية أجواء باردة غائمة ماطر على فترات بإذن الله، إربد 11 إلى 6، عجلون 13 إلى 9، جرش 14 إلى 9، والمفرق 13 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء غالبا غائمة وباردة، وتسقط زخات من الأمطار على فترات بإذن الله. البلقاء 11-8، مأدب 11-8، عمان 10-7، البحر الميت 20-15، والزرقاء 14 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية هناك أمطار في بعض الأمطار المناطق الجنوبية، وأيضا الأجواء بشكل عام باردة وغائمة، وأمطار في الكرك والطفيلة والشراح، الكرك 12-6، الطفيلة 11-6، الشراح 10-5. أما العقبة الأجواء غائمة جزئيا، العظمى 21 والصغرى 10، إمعان 13 إلى 5 درجات مئوية. أما المنطقة الشرقية أيضا أجواء باردة، درجات الحرارة أقل من المعدل بشكل واضح،
أجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر على فترات، الأزرق 16-6، الصفاوي 15-5، والرويشد 16-7 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمن الله ورعايته. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع